عروض على منتجات السنبلة، والمنتجات دي بقى بتكون مطلوبة جدا برضو في رمضان، اللي هي عجينة القلاش الفاخرة المجمدة. نازل 1+1 مجانا، الواحدة 500 جرام، 1+1 مجانا 13 ريال بدلا من 26 ريال، اللي هي عجينة الجلاش. في الكنافة برضو، الكنافة 500 جرام برضو نفس السعر، 1+1 ب13 بدلا من 26، والعرض طبعا حصري للأعضاء سواء الكنافة أو الجلاش اللي هي السنبلة. في سويتيز الحبة الواحدة نازلة ب7 ريال بدلا من 13.5، اللي هي عجينة اللي هي برضو اللي هي الجلاش دي. في برضو أمريكانا ب8 ريال بدلا من 14 ريال، نص كيلو برضو، دي برضو اللي هي الجلاش أمريكانا نص كيلو برضو. برضو المنتجات الرمضانية، هنا البيف بيستري الكرامة نازلة من 10 ريال ل6 ريال، الواحدة 400 جرام. في برضو هنا عجينة السمبوسة الكرامة برضو 340 جرام، نازلة من 16 ل10 ريال، شركة الكرامة. في هنا عجينة سمبوسة داري، ال3 حبات نازلين ب16 بدلا من 24 ريال، الواحدة 500 جرام، سمبوسة داري. في برضو هنا البيف بيستري دي المجمدة داري، الواحدة 800 جرام، نازلة من 18 ل11.5، والسنبولة 400 جرام برضو نازلة ب6 بدلا من 10 ريال، مش هتبان قوي عشان الإضاءة. في هنا الرقائق هشة بيف بيستري أمريكانا، الواحدة 800 جرام، نازلة ب10 ريال بدلا من 16 ريال. في برضه هنا سويتز ده رقائق سبرينج رول، 1+1 نازلة ب6.5 بدلا من كام؟ بدلا من 13 ريال، 1+1 ب6.5. الكنافة اللي هي الكرامة النص كيلو نازلة ب7 ريال بدلا من كام؟ بدلا من 11 ريال، نص كيلو الكنافة المجمدة دي اللي هي الكرامة. وسويتز هنا، سويتز مربعات باف باستري سويتز، ال2 حبة 400 جرام ب13 بدلا من 24 جرام. حاجات كتير جدا نازلة هنا في المنتجات الرمضانية دي. في برضو رقائق الرول اللي هو السبرينج ده اللي هو داري، 340 جرام ب8 ريال بدلا من 10 ريال، اللي هي شركة داري. برضه هنا منتجات السنبلة اللي هي رقائق الرول السبرينج ده اللي هو 160 جرام، 1+1 ب7 ريال بدلا من 14 ريال. في الباف بيستري الواحدة 400 جرام، الواحدة 400 جرام، نزل الأربعة ب20 بدلا من 48، الأربعة ب20 بدلا من 48 برضه السنبلة. كمان على الفطير المشلتت اللي هو السنبلة، الواحدة 400 جرام، فيها 5 حبات، 1+1 ب8 ريال بدلا من 16 ريال، دي اللي هي السنبلة. في برضو هنا سويتز ال2 حبة ب10 ريال بدلا من 17 ريال، فطير برضو مشلتت. في برضو هنا لفائف الكبير، هنا الكبير 11 ريال بدلا من 18 ريال. الفواكه المجمدة أو المثلجة، في منتجات داري، المانجا 1 كيلو نازل ب10 بدلا من 15، والجوافة برضو نازل من 14.5 ل 10 ريال اللي هو 1 كيلو، دي منتجات داري. في فواكه مجمدة برضو داري اللي هو التوت والكريز، لا التوت هنا، التوت 350 جرام نازل من 20 ريال ل 11 ريال، 350 جرام.
في برضو مونتانا، مونتانا اللي هي ايه، الفراولة. الفراولة الكيس 1 كيلو نازل من 1+1 ب 14 بدلا من 24 ريال، 14 بدلا من 24 ريال. في برضو منتجات السنبلة، جوافة 1 كيلو ب 8 ريال بدلا من 17.5، والفراولة 800 جرام 8 ريال بدلا من 16 ريال. دي منتجات السنبلة. برضو المنتجات الرمضانية، هنا في بلح شام مجمد برضو هنا ومسلك، بلح الشام 300 جرام نازل من 20 ل 15 ريال العلبة. في لقمة القاضي أو الزلابية 300 جرام نازلة من 18 ل 15 ريال. في القطايف 400 جرام نازلة من 30 ل 25 ريال. برضو دي المنتجات الرمضانية المجمدة، بلح الشام ولقمة القاضي والقطايف. عرض قوي جدا على آيس كريم السعودية، في المانجا والفراولة اللي فاضلين عليه إقبال كبير جدا، في باقي 2 حبة فقط، يعني عليه إقبال كبير جدا. يعني الـ2 لتر أو الـ2 كيلو نازل عليهم عرض من 34 ل 22 ريال. آيس كريم السعودية العلبة 2 لتر 22 بدلا من 34 ريال. عروض النشا، ودي برضو الحاجات اللي هي بتكون مطلوبة في رمضان. في النشا اللي هي فاستر كلاركس، دي الحبة 400 جرام، الـ3 حبات نازلين ب 20 بدلا من 34.5. دي نشا الذرة، الواحدة 400 نزل الـ3 ب 20 بدلا من 34.5. عروض المنتجات الرمضانية، هنبدأ بقى بالمسحوق الكاستر. مسحوق الكاستر ده 450 جرام، شركة فاستر كلاركس، نازل الـ2 حبة بدلا من 20 ريال نازلين 13 ريال. برضو في عرض على الخميرة الفورية فيكتوريا، 500 جرام نازلة ب 20 بدلا من 24 ريال. في النوع الصغير اللي هو 125 جرام، الـ3 حبات نازلين ب 16 بدلا من 27 ريال. في برضو نوع من الخميرة اللي هو قدامنا ده، الخميرة دي اسمها ساف، خميرة فورية برضو، 500 جرام نازلة ب 21 بدلا من 23 ريال. والحجم الصغير منها اللي هو 125 جرام، الحبة الواحدة ب 8 بدلا من 9.5، 125 جرام. دي عروض على الخميرة. في برضو عرض على البيكنج باودر، بيكنج باودر في رياض فود، رياض فود الواحدة 160 جرام، الواحدة 100 جرام، الـ5 حبات نازلين من 17.5 ل 12 ريال. الواحدة 100 جرام، الـ5 حبات نازلين من 17.5 ل 12 ريال، اللي هي البيكنج باودر دي رياض فود اللي هي الزرقاء دي. في برضو عرض على الفانيليا، نازل الـ5 حبات من 12.5 ل 9 ريال، 95 هرل، الواحدة 20 جرام. برضو في عرض هنا على الزعفران، مسحوق الزعفران ده، وفي مسحوق برضو الورد، نازل الـ2 حبة ب 10 ريال بدلا من 12.5 اللي هو قدامنا ده. كلها حاجات منتجات مطلوبة يعني في رمضان. يعني في برضو هنا خميرة، خميرة فورية، الـ3 حبات هنا نازلين من 12 ل 10 ريال، الواحدة 30 جرام. في برضو هنا بيكنج باودر، الـ3 حبات هنا الواحدة 100 جرام نازلة من 13.5 ل 9 ريال، ده شركة تانية غير رياض فود اللي احنا شفناها. برضو هنا في الفانيليا، 3 حبات من دية، الواحدة كامل 21 جرام،
الواحدة 60 جرام، التلاتة نازلين من 15.75 ل 13 ريال. دي عروض على الفانيليا والخميرة والبيكنج باودر. حاجات يعني مطلوبة طبعا في رمضان، فنزل عليها عروض سباندا. برضو عروض هنا من المنتجات الرمضانية في روح الفواكه. روح الفواكه دي كل أنواع الفواكه هنا، في الفراولة والليمون والموز والبرتقال. الواحدة حجمها 28 ملي، نزل عليها عرض الخمسة ب10 ريال بدلا من 22.5، ده حصري للأعضاء. في كل أنواع الفواكه هنا، في عرض برضو هنا على شراب الكريم كراميل ده والشوكولاتة، والشوكولاتة والفراولة، ده نازل حصري للأعضاء. 1+1 أو عروض نصف السعر، يعني بدلا من 48 نازل 24 ريال. 1+1 مجانا. الشوكولاتة والكريم كراميل والفراولة دي اسم الشركة طبعا. الواحدة كام؟ الواحدة 623 ملي. هنا في عروض على رقائق الشوكولاتة، رقائق بالشوكولاتة. الواحدة 200 جرام نازلة من 19 ريال ل11 ريال. برضو هنا في عروض على خليط الكيك، خليط كيك اللي هو فوستر كلاركس أبيض، خليط كيك نازل 1+1 مجانا. متنوع يا جماعة، 500 جرام 1+1 نازل ب12 ريال، 12 ريال بدلا من 27.5، يعني أكثر من نصف السعر كمان. ده خليط الكيك كل الأنواع منه باسم الشركة دي، نازل ب12 بدلا من 27.5، حصري للأعضاء. برضو في هنا اللي هو النوع ده برضو، ده نازل من العرض برضو. برضو من الحاجات الحلوة جدا في رمضان اللي هي المهلبية. المهلبية برضو شركة فوستر كلاركس، الواحدة 85 جرام، الباكت فيه ستة، ستة في 85 جرام نازل من 19.25 على 10 ريال، نازل ب10 ريال بدلا من 19.25. ايضا في عرض على الجيلي، جيلي برضو فاستر كلاركس، الواحدة 80 جرام، العبوة فيها ستة، 85 جرام العبوة فيها ستة، نازلة ب9 ريال بدلا من 15 ريال. كل الانواع بقى منه، في انواع كتير، في بالبرتقال وفي بالليمون، كل انواع من الجيلي ده نازل 9 ريال بدلا من 15 ريال. كمان عرض على الكريم كراميل، كريم كراميل برضو 1+1 نازل عرض حصري للأعضاء ب19 بدلا من 40 ريال، اللي هو الكريم كراميل. الباكيت فيه ستة، ستة في 71 جرام، الواحدة 71 جرام، تاخد الستة ب19 بدلا من 40، 1+1 يعني ستة وستة 12. ده كريم، ده اللي هو الكريم كراميل، نفس الشركة برضه. في كمان هنا كريم كراميل هنا، ولا ده جيلي؟ جيلي ده نازل ال12 حبة، اللي هو رويال ده، ال12 حبة نازلين بكام؟ لا ده هو العرض على ده، العرض على ده هو العرض ده اللي احنا قلناه في الأول يعني.
من العروض الرمضانية الحلوة جدا برضو هنا في خليط لقمة القاضي رياض فود. رياض فود الواحدة كام؟ الواحدة 500 جرام، الاتنين نازلين 12 بدلا من 18 ريال. الواحدة 500 جرام، الاتنين ب 12، يعني الواحدة ب 6 بدلا من الاتنين 12 بدلا من 18 ريال. خليط لقمة القاضي رياض فود. عرض على خليط كريمة الخفق اللي هي دريم ويب، اللي هو حجمها 72 جرام، الاتنين حبة نازلين ب 12 ريال بدلا من 19 ريال. عروض القشطة المعلبة، شايفين بقى قشطة التاج دي اللي أنا قلت لكم قبل كده، دي أحلى نوع في القشطة. نزل عليها عرض حصر للأعضاء 5 حبات، الواحدة 155 جرام، الواحدة 155 جرام قشطة التاج. نازل ال5 حبات حصر للأعضاء ب 20 ريال بدلا من 34.75. هلا لو عليها إقبال كبير جدا، شايفين ناس يعني واخدة منها كمية كبيرة جدا. هي نزل ال5 حبات، الواحدة 155 جرام، ال5 حبات ب 20، حصر الأعضاء بدلا من 34.75. هلا عروض القشطة المعلبة، هنشوف نادك 3 حبات نازلين ب 11 بدلا من 15 ريال، الواحدة 170 جرام. نادك في برضو عرض على قشطة المراعي، الباكت اللي هو بيجي مع بعضيه كده 6 مع بعضيهم، الواحدة 170 جرام، نازلين الستة ب 16 ريال بدلا من 27 ريال اللي هي المراعي. وشفنا نادك التلاتة نازلين ب 11. في برضو عرض على التاج 25 بدلا من 34.75. هلا التاج وعليها اقبال كبير جدا. في السفير 5 ب 13 بدلا من 14.75. هلا اللي هي السفير واحدة برضو 170 جرام. في باندا، قشطة باندا 170 جرام، التلاتة ب 12 بدلا من 16.5. باندا. في الطائي الأربعة نازلين ب 14 بدلا من 17، الواحدة 170. في برضو إيه تاني؟ في فرجينتو 170 جرام، ال3 حبات ب 8 بدلا من 9.75، برضو الواحدة 170 جرام. برضو في الخير نازل التلاتة ب 10 ريال بدلا من 11.75، الواحدة 170 برضو. دي كلها عروض على القشطة المعلبة. عروض على الحليب المكثف المحلي، طبعا حليب مكثف محلي. الطائي 397 جرام، الاتنين حبة نازلين من 20 ل 19 ريال، نازلين من 20 ل 19 ريال. العروض بتكون في النوع ده من الحليب ما بتكونش نازلة قوي يعني. هنشوف برضو في عرض على باندا، حليب مكثف باندا 397 جرام، برضو الاتنين حبة هنا ب 10 بدلا من 16 ريال. ده عرض حلو جدا الناس واخدة منه برضو، ده حليب مكثف. في لونة، في برضو عرض على لونة اللي هو 395 جرام، الاتنين حبة ب 16 بدلا من 19 ريال اللي هي لونة. يبقى كده في لونة وباندا وفي الطائي. في برضو هنا اللي هو نسلة اللي هي 450 جرام، نازلة من 17.5 ل 15 ريال، الواحدة من 17.5 نازلة 15 ريال. دي عروض الحليب اللي هو ايه؟ الحليب المكثف. برضو من الحاجات المهمة جدا في رمضان المنتجات الرمضانية، في شوفان أبيض كويكر، شوفان أبيض كويكر الاتنين حبة، الواحدة 500 جرام، الاتنين حبة نازلة من 24 ل 15 ريال. عرض حلو برضو على كويكر. الشوفان ده من الحاجات المهمة جدا في رمضان، الاتنين حبة 15 بدلا من 24 ريال، كميات كبيرة موجودة ما شاء الله يعني. برضو هنا عرض على شوفان هنا حبوب كاملة، شوفان هنا الواحدة 900 جرام، نازلة من 15.5 ل 12 ريال.
في هنا برضو نوع تاني نازل اللي هو اتنين مع بعضيهم، توت هنا وشوفان هنا 400 جرام زائد 450 جرام نازلة من 25 ل 23 ريال. برضو هنا برضو ده في عرض تاني هنا، هو نوع تاني، ده كله ده على الشوفان اللي هو هنا. على الفيمتو عصير الفواكه المركز، الواحدة 710 ملي، نازل الاتنين حبة من 37 ل 26 ريال، الحبتين مع بعضيهم ب 26 ريال، يعني الواحدة ب 13 ريال بدلا من 37 ريال الاتنين يعني. ده طبعا من أحد المنتجات القوية جدا في رمضان. على عصير التانج اللي هو 2 كيلو متنوع، نازل 2 كيلو ب 57 بدلا من 70 ريال، 57 بدلا من 70 ريال، برضو من المنتجات القوية جدا في رمضان عصير التانج اللي هو البودرة. على شراب التوت أو المانجا اللي هو سينكويك المركز، الواحد 330 ملي، الاتنين حبة نازلين من 26 ل 23 ريال. ده برضو من الحاجات المنتجات الرمضانية، ده عصير مركز سينفويك برتقال أو توت مشكل 330 ملي. في برضو هنا عصير الفواكه المشكل برضو أوريجينال 300 ملي، 3 حبات ب 7.5 بدلا من 8.85. عروض على العصائر برضو هنا في السينك ويك اللي هو الحجم الكبير اللي هو 700 ملي، نازل العرض الحبة الواحدة حصر الأعضاء ب 20 بدلا من 23 ريال. في البرتقال وفي الليمون وفي التوت المشكل وفي المانجا وفي الفراولة، زي ما احنا شايفين متنوع بقى العرض هنا، الحبة ب 20 بدلا من 23 حصري للأعضاء. عرض هنا برضو على عصير التانج اللي هو 375 جرام، الحبتين نازلين من 32 ل 26 ريال، 375 جرام متنوع، في ليمون في مانجا في برتقال في كل شيء اللي هو الحجم ال 375 جرام، 2 حبة ب 26 بدلا من 32. طبعا الكبير اللي هو ال 2 كيلو نازل ب 57 بدلا من 61 ريال، الكبير ده اللي هو 2 كيلو، ده عروض على أحد المنتجات القوية في رمضان اللي هو التانج. في عرض برضو هنا على شرائح الأناناس، شرائح أناناس جودي اللي هي المعلبة دي، اللي هو حجمه كام، اللي هو حجمه 567 جرام، 1+1 مجانا حصر للأعضاء، ناس كتير واخدة منه، بدلا من 20 نزل 10 ريال، اللي هما الاتنين حبة. دي شرائح أناناس جودي معلبة، الواحدة 567 جرام. عود الدقيق أو الطحين، وهو من المنتجات المهمة جدا في رمضان، في كذا عرض هنا موجود يعني على شركات كتير هنا، مثلا في فوم اللي هو الأزرق ده منتج سعودي، الحبة كيلو، 6 حبات نازلين من 19.5 ل 10 ريال حصري للأعضاء، عرض حلو جدا على طحين فوم، ده متعدد الاستخدامات لجميع الاستخدامات يعني. في برضو عرض تاني على البيكر، البيكر نازل 3 حبات من 15 و30 هللة ل 12 ريال، الواحد برضو كيلو البيكر. في برضو هنا طحين المطاحن الأولى، المطاحن الأولى نازل 10 حبات ب 15 ريال بدلا من 25 ريال، 15 ريال بدلا من 25 ريال اللي هي المطاحن الأولى. في برضو عرض على الأولى اللي هو الحجم الكبير اللي هو 5 كيلو، نازل 1+1 مجانا بدلا من 30 ريال نازل 15 ريال، اللي هو الأولى، شركة الأولى، الحجم الكبير اللي هو 5 كيلو نازل برضو عليه عرض حلو جدا، 1+1 15 بدلا من 30 ريال. يعني في كذا عرض في الطحين هنا،
كلها عروض حلوة يعني. في برضو النوع ده نازل برضو عليه عرض، الواحد ب10 بدلا من 17 ريال. دي كل عروض الدقيق اللي موجودة في بند. عروض السكر، عروض السكر شايفين بقى كميات كتير جدا هنا، كمية كبيرة. السكر اللي هو 5 كيلو نازل ب15 ريال بدلا من 20 ريال. سكر الأسرة الخشن أو الناعم 5 كيلو نازل 15 بدلا من 20 ريال.